الإرث الثقافي الذي تتغنى به مدينة أنطاكيا التاريخية أصبح اليوم مهددا بشكل كبير بعد أن دمر الزلزال هذه المدينة. وفق صحيفة وول ستريت جورنال التي اعتبرت أنه قبل الزلزال كانت أنطاكيا عاصمة إقليمية صاخبة تشتهر بمأكولاتها وكنائسها ومعابدها اليهودية ومساجدها التي تعود إلى قرون، لكنها اليوم مدينة مدمرة بالكامل. المدينة القديمة لأنطاكيا دمرت بالكامل إذن بعد أن حافظت على التعددية الدينية لسكانها من مسلمين ومسيحيين ويهود أتراك، واليوم معظمهم غادر المدينة حيث فرت الجالية اليهودية بأكملها من المدينة، مما قد يهدد الوجود اليهودي الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام في أنطاكيا. وغادر آخرون أيضا بما في ذلك جميع الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية من هذه المدينة تقريباً.